والعزيز الغفير. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من العوات كلهم وهم عن الاخره مغافلون. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بحق وعدل مسمى. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا فعبروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدا الخلق ثم يعيد ثم اليه ترجعون. ويوم تقوم الساعه يدرس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلق كل من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء ولو بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المغفر عليه في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيه ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تكافئون أم فقيرون أنفسكم كذلك نفسر الآيات فمن اتبع الذين ظلموا هواهم من غير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين. فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبرير لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. امن زلنا عليهم سلطانا قولوا تكلموا اذا كانوا به يشركون. قل اذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها ولم تصبوا سيئات بما قدمت ايديهم واذا هم يقربون. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. فاتي ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يرجو عند الله وما بهم مدى اتيتم من زكاة تريدون وجه الله واولئك هم المبعثون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس فهم بعد الذي أبدوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتيها يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدقون. من كفر فعليه الكفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم معلومون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولينذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتغير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كيسا ف
خوفة الغدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فمن إلى آخر رحمة الله كيف يخلد بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا إلى فرعون مسفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه الغني عن بلادتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك قالوا يفكون وقال الذين أوتوا العلم ولماذا لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم بإذن الله سوف والذين ظلموا أجلتهم ولا هم يستعجلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مكان ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاشكر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون سورة القرآن مكية وعلى ثلاثة وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري راوى الحديث يدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عباد مهين واذا نزل عليه اياتنا ولم يستكبرا فهل لم يسرها كانت في